عندنا هنلاقي الحاجات دي شايفينها الخيول. الله ينور والله، الله ينور والله. هنلاقي المكان ده دي حجرات اطعمه او مخاز اطعمه. كام حجره؟ ادي حجره وادي الباب بتاعها وهنا حيطه، وادي الحجره الثانيه وهنا حيطه، وادي الباب بتاع الحجره الثانيه اللي هي مخازن الأطعمة الكبيرة. بنشوف الماء الملك بطليموس الخامس أسر كا أمون رع زي ما احنا شايفين، وبطلوميس الخرطوشة دي اسمه الأساسي، وده اسم التبريد بتاعه رسوبة الطويل. الملك هنا بيتمصر بمعنى ان هو بيحتوي المصريين وبيشتغلهم، بيلبس التاج المصري التاج المزدوج، بيقدم الكرابين دي كلها وبيحرق البخور. شايفين التفاصيل بتاعت حرق البخور؟ شايفين الجار الصغيره دي؟ شايفين اللي طالع منها؟ ده الدخان بتاع البخور وهو طالع. بصوا الدقه والجمال بتاع العصر البطلمي عندنا. وعندنا هنا طبعا غسيل الكرابين زي ما احنا شايفين، تمام؟ ده الجزء الاساسي. عندنا حاجه ثانيه. الحاجه الثانيه تعالوا بصوا فوق هنا بنزاكو كوستاز. بنزاكو كوستاز دول علماء الماثيماتيك او الرياضيات اللي جم مع الحمله الفرنسيه متتبعين المماليك اللي قلت لكم عليهم بره، بس دول من اعظم العلماء اللي كتبوا لنا نصوص وصف مصر. فعشان كده حطوا لنا اتيتيود او موقع الجغرافي لباريس ومعبد فيلا في مكانه الاساسي. بصوا 30 16 22 24 3 45 شايفينه؟ ايوه ايوه. وده الموقع الجغرافي بين باريس والمعبد فيلا في مكانه.